بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. فاتحة الكتاب هي من السور الأساسية التي أراد الله لكل صلاة أن تفتتح بها، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. في السورة الثانية يمكن للإنسان أن يختار أي سورة، ولكن ليس للإنسان أن يستبدل بفاتحة الكتاب أي سورة. وهكذا نجد أن سيرة المسلمين جرت على أن يقرأوا سورة الفاتحة ليهدوها لأمواتهم، كما لو كانت السورة المفضلة. وهكذا نجد أن الفاتحة تقرأ أمام مشاريع الزواج لتكون هناك البركة التي يحصل عليها الإنسان من خلال هذه السورة. وهكذا نجد أن هناك اهتماماً كبيراً بسورة الفاتحة، وقد ورد أنها تسمى أم الكتاب، وقد ورد في تفسير سبعاً من المثاني: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم، أن المراد بالسبع المثاني هي سورة الفاتحة. ولذلك لا بد لنا من أن نعي آفاق هذه السورة حتى نفهمها عندما نقرأها في الصلاة، وحتى نفهمها عندما نقرأها لموتانا، وحتى نفهمها عندما نقرأها في افتتاح أي مشروع من مشاريعنا الحياتية. البسملة هي أول آية فيها، فقد اتفق المسلمون على أن البسملة جزء من فاتحة الكتاب، من سورة الفاتحة. والبسملة هي شعار إسلامي أراد الله لنا أن نبتدئ به في كل عمل نعمله، وفي كل قول نقوله، وجوباً في بعضها واستحباباً في بعضها. وقد ورد أن كل شيء لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، في شرابك وفي طعامك وحتى في ملذاتك وفي كتابتك وفي قراءتك
وفي افتتاح مشاريعك وفي بداية سفرك أن تبدأ بسم الله. لماذا ذلك؟ حتى يوحي الإنسان لنفسه دائماً أن الوجود كله هو ملك الله. فنحن عندما نتحرك في هذا الوجود فنحن نتحرك فيه باسم الله، باعتبار أن الاسم يعبر عن الذات. فأنت تأكل باسم الله، الله أذن لك أن تأكل، هو الذي رزقك طعامك، وهو الذي خلق لك الأجهزة التي تستطيع أن تأكل بها. من الذي خلق لك فمك؟ ومن الذي خلق لك معدتك؟ ومن الذي خلق لك كل هذا الجهاز الذي ينزل، الذي يمضغ الطعام وينزل الطعام إلى المعدة ويحول المعدة إلى مصنع يعرف كيف يوزع على كل أجهزة الجسم شيئاً من عناصر هذا الغذاء؟ باسمه أكلت، ولولاه لم تستطع أن تأكل. باسمه شربت. من أنزل هذا الماء من السماء؟ ومن أودعه في الأرض؟ من سهل لك أن تشربه؟ ومن أودع فيك الأجهزة التي تأخذ تعطي الجسم من الماء ما يحتاجه ثم تلقي به بعد ذلك إلى الخارج إذا زاد عن الحد؟ من؟ باسم الله شربت. حتى كل ملذاتك، أنت تمارس ملذاتك، سواء ملذاتك في لعبك ولهوك أو ملذاتك الجنسية أو ما إلى ذلك، من الذي أودع فيك كل ذلك الإحساس؟ ومن الذي جهز جسمك بهذه الحيوية وبهذه القوة؟ ومن الذي هيأ من كل أجهزة جسمك هيأ لك أن تمتد الحياة من خلال ذلك؟ باسمه أيضاً أنت انطلقت في ملذاتك، في حركتك، في حربك. باسمه تحارب، باسمه تسالم. وإذا كنت تقول باسم الله فإن معنى ذلك أن الأكل لابد أن يكون حلالاً، والشرب لابد أن يكون حلالاً، واللذة لابد أن تكون حراماً حلالاً. لماذا؟ هل تستطيع أن تبدأ بسم الله في شرب الخمر؟ هل تستطيع أن تبدأ بسم الله في أكل لحم الخنزير؟ هل تستطيع أن تبدأ بسم الله في الزنا؟ إن الله لا يرضى بذلك. فكيف تبرر لنفسك أن تفعل ذلك بسم الله؟ اسم الله يعطيك شرعية عملك، فلا بد أن يكون ما تبدأ به باسم الله أن يكون شرعياً يرضاه الله، وإلا ما معنى أن تبدأ باسم الله؟ أنت تستأذن الله عندما تقول باسم الله أأكل وأشرب وأتلذذ وأتحرك وأحارب وأسالم. عندما تقول باسم الله أفعل ذلك كأنك تقول إنني أفعل ذلك من خلال القدرة التي أعطاني الله إياها، ومن خلال
الإذن الذي سمح الله لي به. لهذا لابد لك أن تبدأ كل شيء بعد أن تتعرف شرعيته، واسم الله يعطيك هذا الجو، وهذا ما لابد لنا أن نتعلمه. هذا من الآداب الإسلامية، أن نتعلم أن نبدأ كل شيء بسم الله، كما أن من الآداب الإسلامية أن يحمد الله، من الآداب الإسلامية أن يشكر الله على نعمه، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أن يستشعر عظمة الله فيقول ما شاء الله سبحان الله وما إلى ذلك، حتى يكون الله معك في كل ما تشاهده وفي كل ما تسمعه وفي كل ما تقرأه وفي كل ما تكتبه وفي كل ما تتحرك فيه، بحيث أنك تتخذ كل مناسبة فيها لك انفتاح لأن تذكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، وتحس عندما تأكل بسم الله أن الله رحمك بأن هيأ لك طعامك، وعندما تشرب أن الله رحمك عندما هيأ لك شرابك، وعندما تتحرك في كل حياتك أن الله هيأ لك ذلك كله، فأنت تستشعر أنك تتقلب في رحمة الله في ذلك كله. بسم الله الرحمن في ذاته الرحيم بعباده، وبعد ذلك الحمد لله. ماذا توحي لنا كلمة الحمد لله؟ الحمد تعني المدح، تعني الثناء، ثم تختزن في داخلها معنى الشكر، فأنت تحمد الله، أنت تثني عليه، وعندما تتصور ذلك فإنك تستحضر في نفسك كل صفات الحمد لله. الحمد لله بما تحمد الله؟ تحمده بخلقه، برزقه، بعلمه، بغناه، بقوته، بعزته، برحمته، تحمده بكل صفات الحمد. الحمد لله. وعندما تفكر في حمد المخلوقين تحمد هذا لأنه عالم، فتفكر من أعطى العالم علمه، وتحمد ذاك لأنه قوي، وتفكر من أعطى القوي قوته، وتحمد ذاك لأنه كريم، من أعطى الكريم المال الذي يعطيه للناس ومن ألهمه ذلك. كل حمد راجع لحمده، لأنه هو الذي أعطى الناس صفات الحمد، فلولاه لم يملك الناس ما يحمدون به. الحمد له، ولا حمد لغيره إلا من خلال حمده، لأنه هو الذي خلق الناس، وخلق لهم كل ملكاتهم، وخلق لهم كل خصائصهم، وخلق لهم كل صفاتهم، ووجههم إلى كل أفعالهم وأقوالهم. رب العالمين وحده الرب، ليس رب قبيلة، ليس ربا عائليا، وليس ربا قوميا،
وليس ربا مناطقيا هو رب العالمين، رب الإنس والجن والنبات والبحار والأنهار، والرب كل شيء، رب يربي كل شيء. كلمة رب تعطي معنى الربوبية التي تعني أن الله خالق الأشياء ومربيها. الله لم يخلقك فقط، لكنه رباك، ربى لك جسمك. كيف ينمو جسمك؟ هل أنت الذي نميته أو الله نماه؟ من أعطاه قوة النمو؟ من أعطاه عناصر النمو؟ من خلق له ما به ينمو؟ الله ربى لك جسمك، والله ربى لك عقلك عندما جعل للعقل نوافذ على الحياة من خلال السمع والبصر واللمس والشم والذوق وما إلى ذلك، وعندما أعطى العقل أجهزته التي يستطيع من خلالها أن يصنع كل المواد الخام التي يأتي بها السمع والبصر والبقية الحواس. يربي، هو الذي يربي النبات، هو الذي يربي الحيوان، هو الذي يربي البحار، يربي الأنهار، يربي الجبال، لأنه وضع في كل شيء عوامل قوته وعوامل ثباته وعوامل حركته وعوامل حيويته، حتى أصبح الكون كله يتحرك وفق النظام الذي أودعه في داخله. رب العالمين هو الذي خلقها، وهو الذي رباها. لهذا فأنت عندما تذكر ربك فإنك لا تذكر فقط الإله الذي خلقك ثم تركك، ولكنه الإله الذي خلقك ورباك. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هكذا كان. لاحظ إبراهيم عليه السلام الذي عرف الله سبحانه وتعالى عندما واجه هؤلاء الذين يعبدون الأصنام وقال لهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. عندما ذكر رب العالمين جاب كلمة رب، ذكر التربية. مين بيطعميني؟ الله. مين بيسقيني؟ الله. مين الذي بيشفيني؟ الله. مين الذي أحياني وأماتني وهو يميتني ثم يحيين؟ الله. مين الذي أنا أستطيع أن أنجو من خلاله؟ الله. بحيث إذا ذكرت الله ذكرت حياتك كلها في تفاصيلها الصغيرة والكبيرة، وذكرت أن الله يشرف عليها وأن الله يهيئها. حتى لو كان أبوك يطعمك، من الذي هيأ له ذلك؟ حتى لو كانت أمك تسقيك اللبن، من الذي أودع اللبن في ثديها؟ ومن الذي هداك وأنت لم تعرف شيئاً أن تلتقم الثدي؟ من هو؟ الحمد لله رب العالمين. وعندما تشعر أنه رب العالمين تشعر بالعظمة، تشعر بالهيبة، تشعر بأنك لا تستطيع أن تخاطبه،
لا تستطيع أن تقترب منه. ما في بنقول إحنا بلغتنا الشعبية فلان كبير، مين يطاله ومين اللي يوصل إله ومين اللي بيقدر يحكي معه، مش هيك بنقول عن الناس اللي بيكبروا كثير؟ نقول هذا. لهذا الله سبحانه وتعالى لما قال الحمد لله رب العالمين أراد يقول يا جماعة ترى هذا رب العالمين، ربكم رب العالمين، لا تخافوا. صحيح عظموه ولكن اذكروا رحمته. رحمكم في ربوبيته لكم. وإذا كان الرب هو الرحمن الرحيم فادعوه مخلصين له الدين. انقلوا إليه كل آلامكم، كل آمالكم، كل أحاسيسكم، تحدثوا إليه، ارجعوا إليه، ابكوا بين يديه، لأنه الرحمن الرحيم. لم تمنعه عظمته أن يسبغ عليكم رحمته. فإذا شعرتم بالهيبة في عظمته فإنكم تستشعرون محبته في رحمته. وكرر الرحمة في كلمتين هنا كما كررها في البسملة حتى يتأكد في نفسك معنى رحمة الله، فتطلب منه كل شيء من خلال رحمته وتستغفره من كل ذنب من خلال رحمته. ولذلك الرحمة هي جواز السفر إلى الله، وهي الباب الذي تستطيع أن تنفتح به على آفاق الله. مالك يوم الدين. أيها الإنسان فكر أنك سوف تترك هذه الحياة وستواجه يوم الدين. يوم الدين يوم الجزاء، يوم الدين يوم المصير. من الذي يملك ذلك اليوم الذي تتحدد فيه مصائر الناس، إما إلى النعيم الدائم وإما إلى الجحيم الدائم؟ من الذي يملك اليوم؟ يوم لا يملك، لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، وخشعت الأصوات للحي القيوم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم من الذي يملكه؟ مالك يوم الدين. كلمة مالك يوم الدين تجعلك تخاف من جهة وترجو من جهة. فإذا كان الله هو الذي يملك يوم الجزاء، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. إذا كان ذلك فإنك تشعر بالرهبة وبالخوف، لأن من يتولى الحساب دقيق دقيق، ولأن من يتولى الحكم هو الشاهد. كلمة الإمام علي، رائع الإمام علي بكلماته القصار لتعطيك معاني كبار. يعني في كثير من الحالات إحنا لما نقعد مع حالنا سكر الأبواب، ما في حدا، ما حدا بيسمع، ما حدا يرى، والخلص إحنا في أمان. اتقوا معاصي الله في الخلوات. لما تكون وحدك دير بالك،
فإن الشاهد هو الحاكم، اللي بيشوفك هو اللي بيتولى الحكم عليك، ما يحتاج إلى شاهد. الشاهد إذا كان واحد أجنبي عن المحاكمة يمكن تقول أنا هذا الشاهد عندما يأتي يمكن أناقشه، يمكن أطعن في شهادته، يمكن أعمل كل شيء. لكن إذا كان الحاكم عم يطلع بعد يحتاج إلى شهود، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لأن الله عارف بكل شيء هذا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فبهذا الإنسان يشعر بالخوف، من جهة ثانية يشعر بالرجاء. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء. والإنسان ولذا مالك يوم الدين تبعث في قلبك الخوف من الله لأنه مطلع على كل شيء، والرجاء بالله لأنه الغافر الرحيم. وبهذا يقف الإنسان المؤمن، وهذا هو المطلوب في التربية الإسلامية، أن الإنسان يكون دائما في قلبه نور خيفة ونور رجاء. خف الله خوفا، لو أتيته بحسنات الثقلين لعذبك، وارجو الله رجاء لو أتيته بذنوب الثقلين لعفى عنك. مالك يوم الدين لما تقرأ سورة الفاتحة وتوصل إلى هذه الآية، خليك اعمل جولة حول العالم الآخر. يعني احنا غالبا الدنيا تشغلنا، نريد نعمل جولة حول العالم، نريد نعمل سياحة، لكن عندما واحد يريد يقوم عندنا بجولة ثانية خارج نطاق العالم يطلب منك أن تقوم بجولة في القبور، تقوم بجولة في المحشر، هذه كنت تحسب حسابها؟ لأنك إذا أنت ما كنت في سياحة روحية في يوم القيامة قبل أن تأتي إلى يوم القيامة، فإن معنى ذلك أنك تغفل عن يوم القيامة، وإذا غفلت عن يوم القيامة فإنك لا تهيئ الرصيد لذلك اليوم وتصل صفر اليدين، ليس عندك شيء كليته. هذه ما أغنى. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. هاي أيام الشهادات، الشباب اللي بياخذوا شهادة، كل واحد الناجح بيحمل الشهادة بإيده، تعالوا شوفوا درجاتي، المعدل أول طالع ثاني، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، صفر أصفار، ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضي، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وين؟ لا فلوس، لا جاه، لا ملك، لا شيء، صفر اليدين. الإمام زين العابدين كان يعرف كيف يقوم بجولة في أجواء يوم القيامة. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون إليه مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت فوق رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، وصل للقبر هلا، أبكي لخروجي من قبري،
طلع من القبر وصل إلى ساحة القيامة، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة. هذه جولة، مثل ما نعمل جولة حول العالم نشاهد العالم من خلالها بأبصارنا، علينا أن نعمل جولة حول العالم الآخر نشاهد العالم الآخر بأفكارنا ووحينا من خلال قرآننا. مالك يوم الدين، إحنا ليش ما عم نفكر بيوم القيامة مع أنه نقرأ الفاتحة عندما يموت شخص نقرأ الفاتحة، نتذكر موتانا نقرأ الفاتحة، نصلي نقرأ الفاتحة، لأنه نقرأ بدون وعي. مالك يوم الدين. بعد تعبتوا أو لا؟ إذا تعبتوا نختم هذا. اسمع لي شيء، تقعدوا قدام التلفزيون ساعتين ثلاثة مش هيك؟ إذا كان هالأيام إحنا نعيش فيلم أمريكي طويل مش بالتلفزيون، بالعالم كله، والناس يحدقوا بهذا الفيلم الأمريكي الطويل هذا ويعبدوا هؤلاء. هنا لما بتشوفوا الفيلم الأمريكي الطويل والفيلم الأوروبي الطويل والفيلم الاستكبار الطويل، وتستعبدكم كل هذه الأفلام وكل هذه الأوضاع، ارفعوا رؤوسكم إلى ربكم وافتحوا قلوبكم لربكم، قولوا له في حركة قوية رافضة لكل من هناك من آلهة الأرض: إياك نعبد. إياك نعبد يعني لها معنيين، هذه يقولون تفيد الحصر، يعني نعبدك يا رب ولا نعبد غيرك، يعني لو قال نعبدك ما بتعطيها المعنى، بس معناه أنه نعبدك ويمكن نعبد غيرك، لكن تقديم المفعول به على الفعل مثل ما يقولوا بعلم اللغة العربية، إياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، توحيد العبادة. وإذا فهمنا أن العبادة هي الخضوع، معناه يا ربي نخضع لك، نخضع لإرادتك، نخضع لأوامرك، نخضع لنواهيك، نخضع لخطك، نخضع لوحيك، ولا نخضع لإرادة أحد، ولا لأمر أحد، ولا لنهي أحد، ولا لمنهج أحد، نعبدك ولا نعبد غيرك. ولذلك إذا أردنا أن نقول هذه الكلمة بقلب مفتوح صادق، فعليك أيضا أن تقوم بجولة حول العالم. من هم الذين يعبدهم الناس من دون الله؟ يطيعونهم ويعصون الله، يخضعون لهم ولا يخضعون لله، يخشعون لذكرهم ولا يخشعون لذكر الله. من هم رئيس هذه الدولة الكبرى ورئيس هذه الدولة العظمى، وهذا المستكبر هنا وهذا الغني هناك؟ قم بجولة حول العالم وتطلع إلى الناس يعبدون هذا ويعبدون هذا، لا بعبادة الصلاة ولكن بعبادة الطاعة، كن الرافض لذلك. قل يا ربي إن الناس يعبدون كل هؤلاء، ولكني يا ربي أرفض عبادة هؤلاء، أعبدك وحدك. ثم فتش في حياتك، في انتماءاتك، في حبك، في بغضك، في كل مواقع حياتك، هل أنت تخضع لغير الله
على حساب خضوعك لله، ربما تستيقظ نقاط الضعف في نفسك فتخضع لهذا لمال تحتاجه منه وتعصي الله، وتخضع لهذا لخوفك منه وتعصي الله. إذا رأيت في حياتك شيئا من هذا فحاول أن تحرر نفسك من ذلك قبل أن تقول إياك نعبد، لأنك ستكون كاذبا، لأنك عندما تقول يا رب إني أعبدك ولا أعبد غيرك سيقول لك الله كيف تكذب أمامي، إنك تعبد الزعيم الفلاني وتعبد الرئيس الفلاني، لو أمرك بشيء وأمرتك بشيء فمن تطيع، لو أردت شيئا وأراد منك شيئا فلمن تخضع، كيف تقول إياك نعبد؟ إمام الصادق سلام الله عليه كان عندما يبدأ الإحرام وفيكم من كان في الحج، كان إذا أراد أن يقول لبيك اللهم لبيك كان يرتعد وتتقطع الكلمة في لسانه، لا يكملها إلا بجهد. قالوا له ما هذا يا سيدنا؟ قال وهو يريد أن يعظ الناس، لأن أئمة أهل البيت وصلوا إلى درجة ليس فوقها درجة في معرفة الله وفي الخوف من الله، ولكنهم يريدون حتى وهم يعبدون الله أن يفهموا الناس ويعظوا الناس. قال لهم أخاف عندما أقول لبيك أن يقول لي لا لبيك، كذاب أنت، لأن شو لبيك؟ يعني يا ربي أنا جاي ألبيك، لقد ناديتني يا رب في قولك يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اعملوا كذا. معنى لبيك يا ربي إنني جئتك ملبيا نداءك، ولكنك في واقع أمرك إذا سألك الله شيئاً فأنت لا تعطيه. الحمد لله الذي أسأله فيعطيني، وإن كنت بطيئاً حين يدعو، بخيلاً حين يستقرضني، والحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئاً حين يدعوني، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. أخاف أن أقول لبيك فيقول لي لا لبيك، أنت كذاب، انظر إلى عملك فأنت لا تسمع ندائي إذا ناديتك. وهكذا إياك نعبد، أنت تشهد الله على حياتك وقلبك أنك تعبده ولا تعبد غيره، ولكنك في الواقع تعبد الكثيرين من عباده لمصالحك ولأطماعك. وإياك نستعين، ونسأل الله أن يعيننا في الأسبوع القادم على أن نشرح بقية هذه السورة، والحمد لله رب العالمين.